يقرر ويدير بطريقه المشير مش بطريقه الرئيس. طيب انا ما بقدر اقدر الناس مقتضيات الوظيفه تتطلب ان احنا نتواصل مع قوى سياسيه نتفاهم لان ده وطن نتشارك فيه جميعا. هيحصل وهتر هذا الامر بشكل الشعب المصري كده عارف مين هو المشير السيسي ولا لسه برضه؟ يعني لسه برضه يوضح اكتر. عايز اعرف بس عن القلق ما باعتمادك الشديد على الاخلاقيات، يعني انت طول الوقت في اجاباتك بتتكلم باعتبار منتظرا اخلاقيات ما تنضبط تنصلح، يعني ترى قدره تلتزم بيها كرئيس. انا مصلي بافعال الناس مش باخلاقيات محلوب من الشعب. فالاعتماد الشديد على اخلاقيات المجتمع ده في وسط تماما في وضع كسياسي هيبقى خطر. اسمعوني يا حضرتك، انا فتيش عملت الكلام ده على مدى خدمتي. رايك كيف الحوار النهارده بتاع السيسي؟ عملت كده طبعا من البدايه. فاهمين؟ طبعا من البدايه، طبعا من البدايه فاهمه اكتر من كده. ايه بقى واحد بيتكلم انا فاهمه بس مش عايز اكتر من كده. انا قلت اللي كان بيتكلم مش فاهمه. وصل للشعب المصري كله؟ وصل يا محبوب. ربنا سبحانه وتعالى بعد فيه حب الناس. بص يا كده بعيده يعني، مالنا في ربنا في ايه؟ انا مش حاسس. ربنا هيكرمنا ان شاء الله. مش حاسس. يعني لماذا اخترت ان تترشح بدل العسكري؟ اي رأي انا احترم، يعني اذا كان في تحفظ من البعض فلا اقبل، بس كمان عايز هم يقدروا انما كل اخلاص كل شهر لكل برضه معايير اخلاقيه. حاجه اللي فاتت وانا بتكلم انا نفسي بجد انا في بس انا بحاول اعرف انا مين عشان هم هيختاروا. صحيح الشارع هيختاروا هم عارفين هم بيختاروا ايه؟ بس لكن هذا لا يعني ان الجيش سيقوم مصرفي المرحله. متابع الحوار من البدايه؟ رايك ايه في الحوار؟ استاذ كبير مصر عايزاه. الجيش كان موجود، يعني الجيش كان موجود. انا ترى مثل الشعب المصري كل حاجه ده من قبل ما يتكلم الكلام ده وهو واصل للمصري. في حد ساعه فتح مصر؟ في حل غير فتح؟ الجيش كان بيشتغل. في حل غير فريق سياسي؟ الاساسيه اللي بيشتغل دلوقتي متابع يعني الحوار من البدايه والحوار ومن قبل الحوار انا متابع المشكله. في المرحله مفيش حد في مصر مش متابع. هل الجيش هيكون له دور في حكم مصر؟ لا بجد. معلش. لا طبعا بجد. والله يا مصر كانت محتاجه واحد عسكري مش محتاجه واحد مدني، لان الراجل ان شاء الله هيجي من وراه خير كتير. يعني اللي ما بيبصش يبص، الراجل ده جاي من وراه خير كتير ان شاء الله. يعني انت شايف ان المشير النهارده قدم نفسه للشعب المصري؟ نعم. شايف ان المشير النهارده قدم نفسه للشعب المصري في صوره رئيس جمهوريه بيخاطب الشعب؟ قدم جزء، وهو مقدم من قبل ما الشعب المصري يقول حاجه. وهو مقدم الراجل وقايل، انت واخد بالك؟ انما الاعلام ده اللي مطلعه ده دلوقتي ده جزء صغير. في كمان وزراء خرجوا دلوقتي ممكن تسالهم، يعني كان يمكن يجاملوا ساعتها. حضرتك متابع الحوار من ساعتنا؟ رايك في ايه؟ رايك ايه في الحوار؟ شايف ان المشير السيسي قدم نفسه للشعب المصري؟ يعني هو لسه ما خلصش كلامه في هذا الاطار. طب رايك ايه في الحوار وفي في 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 اسلوب المشير؟ اذا تتكلم مفيش احسن مني. في حاجه خاصه هترشح المشير؟ هترشح مين؟ ان شاء الله اتكلم. ليه هترشح المشير؟ انا مش شايف غير يسري الموضوع. هل كان في موقف واحد قبل ما نخرج فاصل، موقف واحد حضرتك تدخلت فيه واصريت على رايك في هذه الفتره الانتقاليه وانت وزير دفاع؟ موقفين او ثلاثه. وهي؟ واستجيب لك. مش استجيب ليا الحاجه اللي واجهت المنطق بصراحه. كانت المجلس الوزراء. نعم. كان الحد الاقصى والحد الادنى وزياده قيمه الضمان الاجتماعي. المحترم اصلا مش هتلاقي احسن من الراجل ده. راجل وانا بتفرج عليه بتحس ان الكلام جاي من القلب للقلب.
واحد من من ابناء شعب مصر بسطار بيتكلم. طب عايز اسال حضرتك، هل النهارده المشير قدم نفسه للشعب المصري النهارده بعد الحوار ده كمرشح رئاسي مدني ورئيس عسكري؟ طبعا. هو العسكري ده مش واحد من ابناء الشعب، يعني القوات المسلحه كل افرادها هم ابناء الشعب، اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك وجاري وجارك، مش كيان منفصل عن المجتمع ده. زي الفل وانسان محترم، وانا سمعته امبارح على فكره والنهارده برضه بفضل الله مع المذيعين مع الاذاعه والتلفزيون. شايف ان المشير النهارده قدم نفسه للشعب المصري كمرشح رئاسي؟ نعم، ده من قبل ومن قبل، من 30 يوم 30 يوم ما دعانا. مصر رايحه على فين؟ رايحه كل خير لان ربنا حافظها بفضل الله العظيم الكريم. هننزل يوم 26 و27، هننزل وهنقول كلمتنا، هنقول الحق مش هنقول غير الحق. مفيش حاجه تخوفنا، مفيش ولا اي حاجه، ما بنخافش الا من الله سبحانه وتعالى.